السلام عليكم. أهيو. اليوم عدنا لكم بفيديو أسطوري جدا وتغييرات رائعة جدا قادمة للرانك رسميا مستقبلا مع إضافات ستعجب الجميع في اللعبة. في هذا الفيديو سنتكلم عن كل هذه التغييرات بالتفصيل، ويجب عليك متابعة كل الفيديو وكل كلامي عن هذه الأمور لكي تفهمها جيدا. وقبل أن نبدأ، شكرا لكم على الدعم في الفيديوهات الفارطة. نحن ننزل فيديو كل يوم للذي لا يعرف، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. فبدون إطالة في الكلام فلنبدأ. تكلمنا عن تغييرات الأسلحة والشخصيات والشخصية الجديدة، والآن حان وقت الرانك والإضافات. وكما قلت لكم، سيكون هناك بث مباشر للمطورين في إيفرمور يوم 21 جون، وحان الوقت لنتكلم عن مخططاتهم في هذه الأبيسود. أول وأحد أهم الأشياء التي تمت إضافتها والتي لن تأتي في بداية الأكت لكن قريبا جدا، وهي نظام الكلاش 5 ضد 5. سيكون عبارة عن بطولات تلعب فيها مع أصدقائك. هذه البطولات ستكون دائما موجودة، وسميتها كلاش لأنه نفس نظام الكلاش في ليج اوف ليجندز. وستكون البطولات قريبة لرانكك. نعم، تجمع 5 من أصحابك مثلا في رانك البلات، سيأتيك ناس ضدك في رانك مماثل، وإذا فزت بالبطولات ستحصل على مكافأة مثلا سكينز أو فالورنت بوينت، وأيضا دعوة للبطولة التي ستكون في آخر الأكت. تجمع كل من فازوا بالبطولات الصغيرة، وإن فزت قد تفوز بالمال أو فالورنت بوينت لا نعلم إلى الآن. لن تكون الإضافة اليوم أو غدا، فهو سيستم كبير جدا يحتاج لبعض التغييرات والنظر في بعض الأشياء، ولكن قام المطورون بنشر بعض الصور كما ترون أمامكم على شكل البطولات الأولي. وإذا أنتم قد شعرتم ببعض الأحباط بما أن هذه التغييرات الرائعة لن تأتي الآن، لنتكلم عن التغييرات المهمة القادمة بعد يوم أو أقل من وقت تنزيل الفيديو. أول إضافة ستكون الليفلز. الآن ستستطيع أن تقوم بتلفيل حسابك والوصول لليفلات عالية في اللعبة والحصول على مكافآت رائعة جدا. قال إيفرمور أن المطورين يريدون إعطائك أكثر مكافآت مع اللعب. مثلا يمكنهم مكافأتك بسكيلز خاصتك. ما أقصد بسكيلز مثلا مثل في روكيت ليج، إذا وصلت لليفل معين ستحصل على اسم يليق بالليفل الخاص بك، مثلا ماستر أو ليجند، أو يعني من هذه الأنواع من الأسماء يمكن أن تحصل عليها. ولكن الأشياء الأهم أو أهم مكافأة، وهي بعض الفالورنت بوينتس، وذلك في حال تريد شراء أشياء من الباتل باس أو تجميع عدد كبير منها لشراء سكين معين. أنا مش متأكد أنه تستطيع تجميعها كثيرا وشراء سكيل معين، ولكن قال إيفرمور بنفسه أنه ستستطيع الآن شراء أشياء من الباتل باس بالتلفيل وهذه الأشياء والحصول على بعض المال في اللعبة. إضافة جميلة جدا تعطيك سبب آخر لتلعب اللعبة أكثر وتستمتع بها بشكل كبير. الآن لنتكلم عن الموضوع الرئيسي، تغييرات الرانك. وأول شيء هو الرانك ريسيت، ونعم تم تأكيد أنه سيكون هناك رانك ريسيت، وسيلعب الجميع 5 أجيام ليحصلوا على رانكهم الجديد. وقال إيفرمور هذا الكلام: Having a ranked reset for this episode, so you will have to play 5 placements again. You will get dropped in ranked, and because of all the changes to the matchmaker, your rank might change drastically on top of the ranked reset we're doing. I don't want to give out details on how exactly the numbers this rank reset's going to do or anything like that, but just expect that you will be placing lower than normal. It will have that squish effect where you will be a lower rank than you were before. Don't fret. Yeah. you can get back there again. That's the whole point of ranked seasons, right? Yeah. To prove your worth. So. بمعنى أن ستكون في رانك أقل من رانكك اللي فات، ولكن لا تقلق، ستعود لرانكك العادي بسرعة كبيرة. وأيضا قال أنه هذه المرة لن يكون مثل آخر ريسيت. كان هناك كاب على البلات 3 آخر مرة، ولكن هذه المرة يمكن للشخص الذي كان إيمورتل أن يكون في الدايموند. وذلك بما أن الإيمورتلز إذا نزلوا إلى البلات سيجدون 5 من الناس يلعبون معه، ويكون اللاعب الإيمورتل يكون عبارة عن شخص وحده في السولو مع راندومز. ولكن بما انهم سيضعون في الدايموند 1 لن يكون هناك هذه المشكلة، فمن الدايموند فما اعلى يوجد سولو ديو فقط، ولن تستطيع اللعب مع 5 من اصدقائك. ويبدو انه سيكون الرانك ريسيت جيد جدا، خاصة بعد الكلام على الاشياء الجديدة القادمة بعد قليل. وعلى ذكر الامورتلز، اخيرا سيعود الامورتل 2 والامورتل 3. بما انه الامورتلز في الحقيقة كثيرين جدا يا جماعة، وهذا تغيير رائع جدا واعجبني بشكل كبير. حسنا، للان كل شيء جيد، ولكن هناك مشكلة قديمة وهي الـ MMR. فقد تجد ناس سيئين معك في التيم والناس أقوى منك بشكل كبير من التيم اللي ضدك. لذلك وأخيرا، إيفرمور قال أنه سيتم تغيير الـ MMR في كل الرانكات، وخاصة في الرانكات المنخفضة، وذلك ليجعلوا الـ One-Sided Games أقل بشكل كبير في كل الرانكات، ولكن خاصة في الرانكات المنخفضة بزيادة نسبة 50% Accuracy، وأن اللاعبين سيلاحظون فرق كبير جدا في الرانك سيستم، وأن
الأجيام ستكون عادلة بشكل أكبر بكثير. حسناً، هذه المعلومة هي المعلومة الوحيدة التي لن أصدقها إلا عندما أراها بصراحة. ولكن إن كان التطبيق صحيحاً سيصبح نظام الرانك رائعاً جداً، والذين الآن في رانكات مخفضة ستستمتعون بالصعود في الرانك أخيراً، ولن تجدوا ناس كثيرين يعني أقوى منكم من اللي ضدكم، سيحاولون أن يجعلوا ناس في نفس القوة الخاصة بكم. ولكن هناك مشكلة أخرى كانت في الرانك وأكيد واجهتكم كلكم، جميع من لعب فالونت في الإبيسود 2 كانت عنده هذه المشكلة، حيث تحصلون على زائد 11 نقطة عند الفوز وتخسرون مثلا 19 نقطة. هذا أيضا سيكون سيستم متغير في الإبيسود 3 حسب الMMR. طبعا شرحت هذا الأمر في فيديو آخر، وأنه إذا يعني كنت فزت كثيرا وقد أصبحت أكثر من الMMR خاص بك، ستحاول اللعبة أن تنزلك إلى أن تثبت نفسك، يعني في هذه الحالة سوف تخسر أكثر من ما تفوز. ولكن قال إيفرمور أنه الأمر أكثر من اللازم، فالآن بدل الحصول مثلا على زائد 13 وخسارة 20 ستحصل مثلا على زائد 15 والخسارة 17. طبعا هذا في حالة الMMR خاصتك أقل من الرانك خاصتك، طبعا شرحت كل هذا في فيديو شرح الرانك إذا لم تشاهد. والآن أيضا إذا خسرت أجيام كثيرة وراء بعضها لن تخسر الكثير من النقاط، وفي نفس الوقت إذا فزت في أجيام كثيرة ستزيد بنسبة أقل قليلا إلى أن تقوم بزيادة الMMR خاصتك بالفوز كثيرا جدا. كل هذه التغييرات إلى الآن رائعة وممتازة جدا في الرانك، ولكن ماذا عن سميرفز في اللعبة؟ نعم رايوت لم تنسى هذا الأمر أيضا، قال إيفرمور أنهم جمعوا داتا كثيرة عن سميرفز. ولماذا الناس تقوم بسميرف؟ هناك سببين، السبب الأول أنهم يكونون هارتستاك في رانك معين فيريدون أن يقوموا بأكاونت فريش ويقوموا بصعود بالرانك، لذلك التغييرات التي ذكرناها قبل قليل ستقوم بمنعكم من ذلك وستجعلكم يعني أقل هارتستاك وتجعلكم تصعدوا في الرانك. والسبب الثاني أنه إذا صعدت للإيمورتل بعض الناس يقولون أنه لن أحتاج لأن أقوم بشيء آخر، الآن صعدت للإيمورتل لنقوم بحساب جديد ونحاول أن نصعد للإيمورتل مجددا ونجد كم حساب نوصله للإيمورتل. لذلك يا جماعة قالت رايت أنه لحل المشكلة الثانية سيضيفون أشياء جديدة في المستقبل، وهي تجعل الناس إذا وصلت للإيمورتل تجد سبب آخر لكي تلعب اللعبة، ولن يقولوا يعني بعض الديتيلز عن هذه الأمور، ولكن ستكون هناك أشياء جديدة لإنقاص سميرفز. بالفعل كل هذه التغييرات تبدو أسطورية وممتازة جدا، أعجبني كيف يستمع المطورون للاعبين وكيف يغيرون كل شيء يطلبه اللاعبون وذلك لتحسين اللعبة أكثر وأكثر. أنا متحمس جدا للإبيسود 3، اكتبوا لي أنتم ما رأيكم بكل هذه التغييرات وكيف تتوقعون أن يكون الرانك سيستم الجديد. بالنسبة لي أنا لن أرفع سقف توقعاتي للممتاز وهذه الأشياء، في الحقيقة أتوقع أن تأتي مشاكل جديدة، ولكن أنا شبه متأكد أن الرانك سيستم سيكون جيد وأن أغلب اللاعبين سيعجبهم كل شيء فيه. هذا كان فيديو اليوم، استطعنا تغطية كل شيء قبل بداية الإبيسود. شكرا لكم على الدعم الكبير وأتمنى منكم نشر الفيديو في كل مكان إن كانت جروبات خاصة بفالورنت أو أصدقائكم أو أي مكان، هذا سيدعم القناة بشكل كبير جدا. ولا تنسوا اللايك يفيد القناة كثيرا والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. سلام عليكم.